إذن هذا دليل صحيح وصريح وواضح، نص قرآني على أن المريض والمسافر له أن يفطر، ولكن يلزمه أن يقضي أيام أخرى. طيب إذا مات قبل أن يقضي، إذا مات قبل أن يقضي لا شيء عليه، حتى وليه ما يقضي عنه، لأنه إيش ما أتى الوجوب الذي يؤدي هو لأيام أخرى ولم يحددها الله عز وجل، فهو ما بلغ الأيام الأخرى. يعني كما لو مات أحد اليوم قبل دخول رمضان، هل يجب عليه رمضان؟ يجب عليه؟ لا، مات قبل رمضان. وهذا أيضا مات قبل أن تأتي الأيام الأخرى التي رخص له الشرع أن يصومها، فمات، هذا ما عليه شيء.